يعطيكم العافية شباب. اليوم قلت بتكلم عن التصويت اللي سويته قبل كم يوم، واللي قلت لكم وين تنصحوني أسافر الصيف، وحطيت لكم أربع دول، وطلعت نتيجة التصويت لو تلاحظون بالصورة إيطاليا. وبالفعل حجزت تذكرة الطيران إلى ميلان، وحجزت السيارة، وحجزت كذا فندق. لكن اليوم جاتني فكرة أني أغير الخطة وأجر كرفان من ميلان وأتنقل فيه بين المدن الإيطالية، ونعيش التجربة مع بعض، وأوريكم شنو تجربتي في إيجار الكرفان في أوروبا. سويت بحث وطلعت لي شركة، وهذه هي الشركة، وهذا حسابهم بالإنستغرام، موجودة في كذا دولة في أوروبا وأمريكا وبريطانيا. عندهم كذا موديل للكرفانات، عندش موديلات. هذا هو أول موديل، يعتبر حجم صغير يكفي شخصين، في سخان، في شاور خارجي، وفي مطبخ صغير لا يوجد فيه دورة مياه. هذا هو تصويره من داخل، يعتبر صغير. ثاني كرفان يعتبر عائلي، تقريبا يكفي 4 أشخاص، في سخان، في شاور داخلي ومطبخ ودورة مياه. في الكرفان الثالث هم في سخان وشاور داخلي ومطبخ ودورة مياه، والسرير لو تلاحظون الصورة انه يصير سرير فوق الكرفان إضافي. هذا صورته من الداخل. وعندهم هالكرفان اللي تقريبا حجمه 17 قدم، يمكن هذا أخذه. في سخان، في حمام كبير، في غرفة معيشة كبيرة، وداينينج روم، في دورة مياه، ومطبخ كامل مجهز. هذه صورة. في هذا النوع الصغير بعد ما ينفع، هذا حق شخصين، سخان وشاور خارجي ومطبخ من غير دورة مياه. خندش ونحجز ونختار الوقت تأجير الكرفان، اختار من ميلان من التاريخ، انا بروح شهر 9، اختار من 8 ل 15، اسوي بحث. قال العملة باليورو، قلت له اوكي. هذا الكرفان الصغير سعره 99 يورو باليوم، انا بحجزه تقريبا 8 ايام. هم هذا الصغير، هذا الفاميلي في 4 اشخاص يقعدون فيه وسريرين، هذا 3 مقاعد وثلاثة سليب، اختار هذا. الساعة كم تستلمه؟ نحط الساعة 2. الساعة كم ترجعه؟ نحط الساعة 4.
التأمين، في تأمين عادي، في أدفانس، في كومبليت، هو كل شيء. ما تحمل ولا شيء، ما تحمل ولا شيء يعني. أختاره هني إضافات، أختار الطاولة مهمة هذه، الكراسي الخارجية، أختار كرسيين، عدة أغراض المطبخ موجودة أساسا. يطلع 1150 يورو حط تكملة. خلا عبي الإجراءات، عبي الاسم، خلا عبي الكويت، نحط رقم النقال، تاريخ الميلاد، حطينا تاريخ الميلاد، وحطيت الإيميل، حط متابعة، في كود خصم حصلته بحطه لكم الحين. رجعنا لكم مرة ثانية، حطيت بيانات البطاقة، راح يخصموا مني 1074 يورو. راح احط الكود هنا، تم خصم البطاقة. راح يجي تأكيد الحجز السيارة، هذا الايميل وصلني، هذا الحجز، متى الاستلام، في تأمين كاتبين دوبزت 800 يورو. واحد يحط بباله ويرجع بعد 30 يوم اوتوماتيك. ويعطيكم العافية، راح اوريكم الحين، راح نشوف الحين طريقة إلقاء حجز السيارة. راح ندش بالإيميل، هذا هو أجار السيارة في ميلان 11 يوم. راح نطق تعديل على الحجز، هذا هو الحجز اللي أنا مسويه طبعا دافع بالكامل. تك ريموف، ريموف انشورنس، القي التأمين الشامل اول شيء، تم القاء التأمين. الحجز تقريبا 381 دولار. راح يقول لك انه راح يرجع بعد 7 ايام عمل. كنسل، يس اي كنسل ماي بوك. راح اكنسل حجوزاتي ما دام انا اجرت كرفان، ما احتاج الحين السيارة. تم إلقاء حجز السيارة، وعندي حجز بالبوكينج. لو تلاحظون هذا حجز بوكينج، هم راح أكنسله. طريقة إلقاء الحجز، هني تعديل إلقاء الحجز، هل متأكد من إلقاء الحجز؟
تم إلقاء الحجز. هذه الخطوات لقينا حجوزاتنا في حجز في Airbnb، راح أتواصل وياهم وألقيه. هذا كل حاجة.